الطفيل بن عمرو الدوسي هو سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب مرهف الحس رقيق الشعور. غادر الطفيل منزل قومه في تهامة متوجها إلى مكة، والصراع دائر بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويكتذب لحزبه الأعوان. فكانت للطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قال: قدمت مكة فما إن رأيني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي وأكرموني، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراءهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت إلى بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه ولا أكلمه أو أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيئا من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا. فأصرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا، حتى على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإذا كان الذي أتى به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى دخل داره، دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لألا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فأعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرئ مطاع في عشيرتي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت بي. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يطرؤون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق. فلما نزلت أتاني أبي، وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعالى حتى أعلمك مما علمت. فذهب فاغتسل، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليه الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟
فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وقماه. لكن رسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال طفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها، واجعل شعرنا مبرورا. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، وهو صنم عمرو بن حممة، حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فصار إلى الصنم في سرية من قومه. فلما بلغه وهم بإحراقه، اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده، وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه وتسليمه، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نشبت حروب الردة، نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك إنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظي بها إذ أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل طفيل بن عمرو الدوسي أعظم بلاء، حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده. وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمرو بن الطفيل، فأتى للفاروق بطعام والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعامه، فتنحى عمرو عنه، فقال له الفاروق: ما لك؟ لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أذق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. ظل حلم الشهادة يلوح لعمر منذ فارق أباه. فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو مع المبادرين، وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي يمناها بها أبوه، رحم الله طفيل بن عمرو الدوسي، فهو الشهيد وأبو الشهيد. العبرة. شوفي بيقول إيه: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام. يبقى رقم واحد تتعلمي دينك، رقم اتنين وحفظت ما تيسر لي من القرآن، يبقى رقم اتنين بعد ما تتعلمي الدين تحفظ القرآن، ورقم تلاتة ولما عزمت على العودة
إلى القوم قلت يا رسول الله إن امرؤ مطاع في عشيرتي. يعني أول حاجة فكر فيها بعد ما تعلم دينه وتعلم القرآن هو أنه إيه؟ يدعو قومه. إيه طب إيه الطريقة اللي هو دعا بها قومه؟ أنه قال لهم لا أنا اختلفت، أنا مش زي ما أنا بقيت واحد تاني، فإحنا كده مش هينفع نتعامل مع بعض، أنت بتروحي في مكان أنا ما بروحوش، أنت بتحبي حاجة الحاجة دي بقت حرام، فكده مش هينفع أن إحنا نعيش مع بعض زي ما كنا عايشين الأول. يعني حط حدود، فهم الناس اللي قدامه أنه بقى شخص مختلف. إنما إحنا للأسف دلوقتي بنبقى زعلانين إن إحنا مختلفين وعندنا حاجات حرام وبنقعد في وسط ناس يعني ما عندهمش الحاجة دي حرام، فبتعمل لنا يعني زي ما تقولي خجل، وبنبقى زعلانين وحاسين إن إحنا كده منبوذين وحاسين إن إحنا مختلفين، والإحساس ده بيضايقنا خصوصا يعني الشباب الصغير مننا وكده لما بيبقى ملتزم في وسط بيئة مش ملتزمة هو بيحس بالإحساس ده أوي، بيحس إن هو مختلف، وللأسف الإختلاف ده بيضايقه. بس الطفيل ما كانش متضايق من اختلافه، بالعكس كان حاسس ان هو الاختلاف للاحسن مش الاختلاف للأسوأ، فكان بيتكلم بثقه جدا في طريقته وفي منهجه الجديد اللي هو اتبعه، وكمان شايف ان هو منهج صحيح، فكمان عايز يدعو الاخرين. فما كناش هندعو يا جماعه الناس اللي حوالينا للمنهج الصحيح الاسلامي، صدقيني احنا هنتاثر بيهم وهنبقى أسوأ منهم كمان. منهج الطفيل في عرض الإسلام على أهله كان منهج متدرج وفي صبر، استمر في جهاده وفي دعوته، لم يتوقف أبدا، وكان بيستخدم أساليب مختلفة، مرة طلب من ربنا آية ومرة تانية استخدم طريقة تحطيم الصنم قدامهم عشان يذهب من قلوبهم الخوف من أصنام دي، وإن هي بيقنعهم بشكل عملي إن هي لا تضر ولا تنفع. فهو يعني شايل هم أهله وبيحبهم وبيحب لهم الخير، فحريص إن هو يعلمهم دينهم بطرق مختلفة ويوصلهم الفكرة بطرق مختلفة، باللين، بالحجة، بتغيير الأفكار اللي عندهم، باستخدام أساليب في إقناعهم مع الاستمرارية والصبر عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ادانا برضو مثال وقدوة ازاي نتعامل مع الناس اللي مش عايزين يعني يستجيبوا للدعوة، ان احنا نقوم ونتوضأ ونصلي وندعي لهم من غير عنف، مفيش اتهامات، مفيش زعل، مفيش ليه الناس مش عايزة تؤمن، مفيش ضجر منهم، مفيش اتهامهم بان انتوا كفارة وان انتوا وحشين وان انتوا مش عايزين تتبعوا الحق، وان انتوا يعني الطريقة اللي فيها عنف دي ما تنفعش خالص في الدعوة، لأن الدعوة هي مقامها الرحمة. اللي ممكن تاني ناخده عبرة إن الإسلام بيغير الإنسان، فبيغير اعتقاداته وبيغير مشاعره تجاه الناس اللي حواليه، فالمفروض إن هواكي يتطابق مع اعتقادك، فالمفروض إن أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، فالطبيعي إنك تكوني بتكرهي أهل الكفر، بتكرهي الفسوق، بتكرهي العصيان. ممكن ناخد كمان ان الصحابة كانوا كل واحد بيبقى ليه دور في حتة معينة بيهتم بيه، منهم اللي كان بيهتم بتأكل الفقراء، منهم اللي كان بيهتم بالدعوة، منهم اللي كان بيهتم بالقرآن ويعتني بيه، فكل واحد كده زي ما تقولي كده بياخد حتة كده في الإسلام بيشوف انها مهمة وبيبتدي انه يركز اهتمامه عليها ويقوم هو بالدور فيها. احنا كمان عايزين نقلد الصحابة في الحتة دي، كل واحدة فينا تختار حتة كده في الإسلام هي شايفة انها مهمة وتبرع فيها وتهتم بيها، مثلا عندها القدرة على حفظ القرآن وتعليمه تمشي في السكة دي، اللي عندها القدرة على ان هي تمشي في الدعوة وتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى تعمل الموضوع دوت، اللي عندها القدرة المادية على انها وعندها علاقات بالناس اللي حواليها وكده يلا جمعي من كل واحد مبلغ كل شهر واعملي اطعام كل شهر للفقراء. كل واحد يمسك جانب من جوانب الدين ويديله اهتمام، يعني نشغل نفسنا شوية بقضية الدين، مش كل حاجة يعني بيتي وعيالي وجوزي وشغلي وفلوسي يعني لا، احنا حاسة ان احنا كنا بنهتم قوي بتفاصيل الدنيا وبننسى دورنا في الدين. يعني احنا الاسلام له حق علينا، زي ما هو وصلنا لازم احنا كمان نوصله لغيرنا،
بس بداية كده أول ما تسمعي كده كلمتين في دين تعرفي إنك أنت لازم تتعلمي الأول دينك صح الأول، يعني ابتدي بنفسك أنت الأول، وبعد كده تبتدي بقى تشوفي دورك اللي ممكن تقدميه للإسلام. إذا حسيتي بصعوبة في موضوع طلب العلم ده استعيني بالله، قولي يا رب أنا عايزة أتعلم دين يا رب، وعايزة يعني أعمل حاجة للإسلام، بس أنا مش عارفة يا رب أعمل إيه. يعني استعيني بالله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوجهك الوجهة الصحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.